للمرة الثالثة عشرة تسجل السلطنة حضورها العالمي من خلال تسليم جائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة، أول جائزة عالمية في المجال البيئي تمنح كل عامين. صوت المحبة والخير والسلام دوى هذه المرة في الأكاديمية المجرية للعلوم احتفاء باليوبيل الفضي للجائزة. Since its establishment, the UNESCO Sultan Qaboos Prize has placed. ظلت جائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة منذ إنشائها تضع تركيزاً كبيراً على تعزيز الوعي بقضايا البيئة وعلى الدور الحيوي الذي يقوم به التعليم في تشكيل مواقف واتجاهات أجيال المستقبل تجاه البيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، فإننا نحتاج إلى التأكد من أن التعليم البيئي والأبعاد الأخرى للتنمية المستدامة يتم تضمينها ودمجها في المناهج الدراسية وفي البرامج المدرسية. تعبر السلطنة في هذه الاحتفالية عن منظورها العالمي لأهمية مشاركة الأسرة البشرية من شعوب وحكومات في سبيل تحقيق أمن البيئة وسلامتها على كوكب الأرض، لافتة أنظار العالم إلى عدم اعتبار العرق والجنس واللغة والعقيدة الدينية أو المعتقدات السياسية للفرد أو الأفراد المرشحين لنيل الجائزة في نظرة إنسانية سامية. الحضور اليوم 100 دولة وتحت رعاية رئيس الوزراء المجري هي وحدها تعبر عن الرسالة العالمية اللي وصلتها الجائزة لكل للحكومات، للأجيال، للدول، للشباب، للتلاميذ والجيل القادم بأن البيئة هي أهم ما نحتاج إلى حمايتها. مجموعة البحث بشأن الأراضي الرطبة التابعين لجامعة بوانوس آيرس بالأرجنتين الفائزة بهذه الجائزة العريقة نالت شرف التكريم في هذا المحفل العالمي بعد الجهود المقدرة في شتى البحوث والدراسات التي أجروها في هذا المجال. إننا سعداء وفخورون بحصولنا على هذه الجائزة، ونود أن نعرب مرة أخرى عن خالص امتناننا وشكرنا لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وللشعب العماني على كرمه. استمرارية هذه الجائزة بهذا الوهج العالمي تفسر النظرة الثاقبة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه قبل حوالي 26 عاما منذ الإعلان عنها، وتؤكد نجاحها في تحقيق أهدافها النبيلة التي تعم البشرية. إن لجائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة دور أساسي للإقرار بأهمية حماية البيئة في العالم بأسره. لقاء حميمي جمع الأصدقاء من مختلف القارات في مناسبة تحمل الخير والوئام للجميع. مشاركة السلطنة في المنتدى العالمي للعلوم والاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة تؤكدان حرص القيادة الحكيمة على أمن الإنسان وبيئته في أي بقعة من هذا العالم، لتبقى عمان بلد الإنسانية والسلام. من العاصمة المجرية بودابست، عبد العزيز بن حمد العجمي.